مجموعة المواضيع بدي أحكي عنها. حبلش أول شي الباسورد. الباسورد هي كلمة سر بتحطها على فايل وورد بتزبط بالإكسل باوربوينت من شي ما تخلي حدا يفوت على فايلك. أول شي بالحالات هذه خلينا نعمله سيف أز. أسامي باسورد. الخطوة الثانية بعد الباسورد بطلع فايل سيف أز براوز. لاحظوا وين التول هون، فوت لهون جان الاوبشن وبخانة الباسورد بحط الباسورد اللي بدي اياها، حط اوكي والكمبيوتر بطلبها مرة تانية منك كمان بتحطها وهيدا اوكي وهي سيف. رح سكر فايلي بجرب فتش على الفايل اسمه باسورد. هذه هي افتحه بيطلب منها الباسورد. ما في باسورد ما فينا نفوت عليه وهيك تضمن فايلك. هلا اذا حدا سألني لشو في نوع تاني من الباسورد لنشوف شو هو. الباسورد التاني هي باسورد موديفاي، يعني اذا انت بدك يفوتوا على الفايل بس ما بدك يغيروا المحتوى تبعه بتحط باسورد موديفاي. اكيد مسموح لهم يقدروا يغيروه، يعني اول وحدة باسورد تو اوبن يا بتعرف الباسورد يا ما فيك تفوت تقرا اللي جواته. الباسورد تو موديفاي اذا بتعرف الباسورد فيك تفوت تقرا وتغير وتسيف، يعني تعمل تعديلات على هذا الملف اللي هو عاده بحطوه لكل الموظفين او الطلاب. اذا ما بتعرف باسورد بتفوت ريد اونلي، يعني بتقرا المحتوى بس ما فيك تغير فيه. اكيد عم نفضل اول وحده اللي هي باسورد اوبن هي اقوى. سوبر سكريبت النقطه الثانيه اللي اكيد مواضيع صغيره عم اشتغل عليها. اذا اعتبرت هودي الكلمات حطهم مع بعضهم مثل ما قلت لكم، انا بحاول احكي ما تبقى من وورد بهالقصة عشان نكسر نبلش موضوع تاني لانجويج تاني على شيء تاني غير الوورد. هاي السوبر سكريبت اذا عملت لها سيلكشن لاحظوا وين هادي هاي الفونتات هون، هاي السوبر صارت اعلى. اذا بدي اياها اوطى سب سكريبت سوبر حطها عالي. كان هاي الفرق بين سوبر سكريبت وسب سكريبت. فايند اند ريبليس لكوانيه هاي فايند قلت عليها، قال لي فايند وات قلت له كيس نقي لي كلمه تلقاها لكلمه واحد لكلمه كيس. هلا اذا بدك تعمل ريبليس هاي ريبليس على اليمين قال لي find case replace with tools و replace all okay و close. تحولت كلمة case ل tools. الفرق بين replace و replace all انه replace بس بغير الكلمة، replace all بغير كل الكلمات بالنص بتكون انت بدك اياها هيك. fine مواضيع تانية سريعة. اذا فت انا تكست بوكس فت انسرت تكست بوكس، احلى طريقه تاخذ درو تكست بوكس هيك وانا تحت هيك برسم بكتب بلون اذا بدكم سي. تاني وحدة هي شيب، تشبه هاي
هدر اكيد فوتر مرقنا عليه هون، بدي مرق بس الفوتر بشكل بيج نمبر، يعني هاي البيج نمبر بوتوم اوف بيج، بنقي الشكل اللي بدي اياه، برقم لحاله وكلوز. اعتبر صرت موجود. شغله ثانيه هون، اذا حاط سبيك اند سيلكت لحاول اعمل سيلكشن عليها هالجمله، لاحظوا وين هون شايفين وين هيدي اسمها سبيك اند سيلكت ايكون، بنحكي بعد شوي كيف ننزلها هون. هاي مثل اد ان بتنزلها عندك اذا موجوده كبستها. سبيك اند سيلكت جود دايز، ها لاحظتوا سبيك اند سيلكت جود دايز. اوكي فيري جود، يعني اذا انت بتعلم انجلش وفي كلمه مش بتعرف تلفظها ممكن هي تساعدك. هلا كيف ممكن تكتشفها هي في حال ما كانت؟ احلى طريقة بطلع الفايل options، بعد options quick access toolbar، ومن هون كله all command. هي اكيد زيادة عن اسمها speak، بتفتش على speak. سبيك لك وين بتوقف عليها، بتقول لها اد وبصير موجودة عندك هون. لكن برجع اقول مرة تانية، هالميزة مضطر انت تزيدها عندك لتصير افيلابل، لا مش موجودة اصلا. نمرق على الدرب بشكل سريع، عندي فكرتين مرق لها هون ووتر مارك، وهي الكلمة اللي بتكتبها انت هون. تكس ووتر مارك، بتحط الكلمة اللي بدك اياها. فيك تلونها لهي الكلمة. واي اوكي، بصير عندك هي اسمها ووتر مارك. اوكي نكتفي هون، هلا برجع نكفي الخصوص. من المواضيع اللي بدي احكيها عن الفوت نوت، جود اذا كلمة جود بدي افسرها مثلا ريفرنسز، انشت فوت نوت بطلع تحت وضحتها بطلع بيج اب بترقم هون، من هذا الرقم صار في رقم تاني تحت وفسرت الكلمة أنا فيها. فاين. هلق مثل ما قلت عم بعطي مواضيع عامة، إذا خلقت تيبل انسرت تيبل انسرت تيبل، بدي أحط هون مثلا فور كولوم، و 8 روز. اوكي في حال بدي اعملها ميرج، هي سيلكشن كيل سوا و رايت كليك ميرج سيل. اوكي اذا بدي اقسمها رايت كليك سبليت سيل، لاحظوا نمبر اوف كولوم في قسمه قد ما بدي، روم بيجي صوب واحد هلا شايف، ها في عكس هيك في اعملها روز 8 روز شي بقدر بتحكم فيها. أبعمل أندو، إذا أخذت أي جملة بدي إياها واي بيست، لاحظوا هون طلعت لهون انا
بدي اعمل اخر فتره بريك عندكم. طلعت لاي اوت، هاي بريك وهاي كونتينيوس. الكمبيوتر اعطى خط وهمي. اذا بتحب تشوفه بطلع فيو درافت، لاحظوا هاي الخط هون. بهالطريقه بتشوف البريك اللي عملته. حارجع على لاي اوت الو كولوم 3 كولوم، وهون تقسمت صار فيها 3 1 2 3. يعني اي شيء بكتبه هلق انا حينزل بالشكل هيدا. لا اطلع تاني كولوم، بطلع بريك كولوم، بيهتك على كولوم. اذا بدك خط بيناته مضطر تطلع كولوم مور كولوم، بحط هون لاين بتوين وهي اوكي. لاحظتوا هذا لاين بتوين فاين. هاي النقاط الاساسيه اللي عندي اياها هون اللي بهتم فيهم بالوورد بالتفاصيل العامه. هلا اذا بدك انت تاخذ شكل الحرف بيجي لهون. لاحظ في فونتات هون حلو هون، في غير فونت هون. حاطلع فايل نيو. اذا حابب اخلق صورة جديدة insert online picture، هدور على صورة هنزلها. هاي الصورة ضروري تعملها فورمات، هاي فورمات position. صار في حركة بريحة. برجع بقول مرة تانية، أنا فوت على الفورمات بعد ما نزل الصورة بوزيشن، وضروري تاخد هيدي مش شي تاني. هي هتشوف في عندي تفصيلة كروب إذا حبيت تعملها كروب. ها لاحظوا وانتر اعملها كابي. Anyway، هون تقريبا صرنا بأهم النقاط اللي عندي.